كنا اتكلمنا في سلسلة يعني كانت شائكة إلى حد ما عن أسباب مقتل سيدنا عثمان بن عفان والخلافات القديمة ما بين قبيلة قريش والقبائل العربية والتي تسببت في حروب الردة، وكانت يعني معظمها بعيد عن الدين كدين، ومين هم اللي خرجوا على سيدنا عثمان وإيه محاولات يعني ردهم وليه حصل اللي حصل. وتوقفنا عند هذا يعني القدر عشان ما بعد ذلك يعني مسألة شائكة وبتصير كثير من المشاكل، ولكن قلنا نستغل حالة التقارب اللي بيحصل لأول مرة من فترة طويلة جدا بعد يعني بسبب الأحداث وازاي اكتشفنا ان عدونا واحد وان لازم نركز على العدو ولازم ان احنا نتقارب اكتر واكتر. فقلنا نستغل ذلك وان احنا نحاول نقلل الفجوة اكتر واكتر، خاصة ان المسألة بيتم تناولها من منظور طائفي او ديني، كل واحد عايز يثبت للاخر ان هو الصح والتاني الغلط او التاني هو المسؤول. يعني ما شفتش كتير ان هي بيتم تناولها من ناحية تاريخية او ناحية حيادية، ان احنا ما بندخلش خالص في موضوع الدين، ان احنا بنتكلم في موضوع تحليل للاحداث التاريخية عشان خاطر نستفيد منها، لان احنا مؤمنين ان ربنا سمح باللي حصل ده عشان خاطر نستفيد منه دروس معينه هنعرف ايه هي الدروس دي، مش عشان خاطر نسيب الملل لبعض. اهلا بيكم في سلسله مهمه جدا في حلقات جديده من البصاص. بعد يعني قتل سيدنا عثمان بن عفان حصلت فجوة كبيرة جدا جدا جدا، وحصلت حالة فراغ سياسي في المدينة المنورة اللي كانت بتحكم الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية ما كانتش صغيرة، كانت مترامية الأطراف، كانت وصلت لأفريقيا ووصلت ل يعني حدود أوروبا، ويعني كانت مترامية الأطراف وكانت قوية جدا جدا. وكان المشكلة ان سيدنا عثمان لم يرضى بعرض مثلا معاوية بن أبي سفيان ان هو يبعت له جيش عشان خاطر ينقذه، فضل في هذا الوقت ان هو يعني يجي على نفسه بدل ما يجيب جيش يزاحم المسلمين ويغلى عليهم الاجارات ويقول ان هو بيستعين بالجيش بتاعه ضد يعني ايه ابناء جلدته. وده يعلمك على فكره درس مهم جدا، ان انت ساعات لما تيجي بزياده على حق نفسك ده بيعمل نتائج عكسيه مش نتائج ايجابيه. يعني ممكن نقول يعني احنا حللنا كل المواقف وكل الانتقادات اللي كانت بتتقال لسيدنا عثمان من اللي هم اللي خرجوا عليه او من الثوار او من الخوارج ايا يكن تسميتهم، يمكن لو شفت خطا ما يعني وقع فيه بشكل اساسي ان هو تجاوز في حق نفسه بشكل كبير جدا وقرر التضحيه بنفسه على ان المسلمين يقتتلوا، واعتقد لو كان يعرف ايه اللي هيحصل بسبب ذلك ما كانش خد الموقف ده. فده يعلمك ان ساعات لما تيجي على نفسك بزياده ده بيعمل نتائج عكسيه ما بتبقاش حاجه كويسه. مين هم اساسا اللي خرجوا عليه؟ احنا قلنا الدوله كل ما بتكبر كل ما بيبقى فيه مناطق اسمها الثغور. الثغور دي هي المناطق المتخمه او المتقاربه مع حدود الدول اللي بينك وبينها عداء، او الحدود الدول اللي انت عايز تفتحها او تتوسع يعني فيها. فكل ما بتتوسع الدولة كل ما في ناس بتدخل الدين او بتخش الدولة او الكلام ده كلها. الناس دي ما عندهاش خلفية كبيرة بالدين، يعني الناس دي مش متأصلين على الدين، يعني مش هم كبار المهاجرين والانصار اللي هم يعني تعلموا الدين على ايد النبي يعني صلى الله عليه وسلم. فالناس دي ملها الثقل، فالناس دي هم عارفين نفسهم ان عمر ما حد هيرضى بيهم يبقوا حكام. وكمان في الوقت ده كان موسم الحج حصل، فالناس دي هترجع لدولها وبعد كده هتبدأ الجيوش بطبيعة الحال تتحرك فتفتك بهم، لأن قبل كده كان سيدنا عثمان رافض فكرة إن الجيوش تخش وتتقاتل فيما بينها يعني، أو تقضي على الثوار أو تقضي على الناس اللي ساهموا في مقتل سيدنا عثمان. طب بعد وفاته محدش هيقدر يسيطر على الجيوش دي وأكيد هتتحرك، خاصة الجيش الشامي تحت قيادة معاوية لأن هو أقارب يعني وهو ولي الدم وما شابه. فالناس دي حاسوا بتوتر كبير جدا إن إحنا لازم ننصب حد عشان خاطر يكون في الصورة عشان نسد الفجوة دي، لأن الناس مش هترضى بينا حكام وفي نفس الوقت هيجوا يفتكوا بينا. وكانوا في بينهم انقسامات، عشان حتى من ساعه ما كانوا بيحاولوا يخرجوا على عثمان طب مين البديل بتاعه، مصر كانت مع سيدنا علي والكوفه تقريبا مع طلحه والبصره مع الزبير، يعني في خلافات بينهم وبين بعض. فبداوا ان هم يحاولوا يعرضوا الولايه على ثلاثة دول بالذات تحديدا وجميعهم رفض. الموضوع شائك قوي، يعني ان الناس اللي قتلت عثمان يجي يعرضوا عليك ان انت تبقى الحاكم وهم اللي نصبوك، فده شيء كان مرفوض جدا لان هم كانوا رافضين حتى ان كان طلحه في خلافات بينه وبين سيدنا عثمان من الناحية السياسية والإدارية. ولازم يا جماعة نتعلم شيء مهم جدا، لأن مثلا إحنا دوما بنخلط أنت مش عارف مين طلحة، أنت مش عارف مين عثمان، أنت كذا، ده كاتب الوحي، ده مش عارف. أمور ما بتتحسبش كده، يعني فيما يتعلق بالدين محدش يقدر يتكلم عنه. الأمور السياسية والإدارية لازم يبقى فيها خلافات طبيعية، وده الطبيعي بعيدا عن القدسية. زي ما نيجي نقول والله هيتم تأسيس أكبر مؤسسة أو شركة للذكاء الاصطناعي أو للتكنولوجيا مثلا في الشرق الأوسط، مين يمسكها ومين يبقى مثلا ذكي في هذا
هذا المجال، فنيجي نقول والله العظيم الحاج محمد. يا عم ايه علاقه الحاج محمد بالزكاه؟ ايه ده، ازاي ده حافظ القران كله ومعاه العشر قراءات وحافظ مش عارف تفسير ايه؟ فهتيجي تقول ايه العلاقه؟ فمش معنى ان الشخص مثلا له باع كبير جدا في الدين ان هو ما يبقاش عنده مشاكل سياسيه او اداريه، او ان احنا نختلف بيننا وبين بعض. ده عادي، عادي الناس تختلف بينها وبين بعض، وعادي ان هم يوصلوا لفكره ان هم يتظاهروا ضد بعض او مش عايزين بعض. انتوا في البيت الواحد شوف افضل رئيس انت شايفه واسال كل الناس حواليه، هتلاقي ده عاجبه وده مش عاجبه، وده يقول لك والله لو مسكوني انا مش عارف ايه هبقى كذا. يا راجل ده حتى في الكوره كل واحد بيبقى محلل رياضي، والله المدير الفني ما نزلش ابراهيم كالمفترض ينزل شوقي. ده طبيعي بعيدا عن القدسيه. فكان ان كان في خلافات لفتره ما ما بين عثمان وطلحه، وسيدنا علي كان تدخل يعني بصراحه عشان خاطر اما لقى سيدنا طلحه يعني مجمع بعض الناس وبيخطب ضد عثمان وما شابه، فيعني جاب الفلوس اللي موجوده في بيت المال ووزعها على اللي كانوا حواليه فانفضوا من حوله. يعني سيدنا علي بن ابي طالب على فكره عمل كل ما لا تتخيلوه لانقاذ سيدنا عثمان، ان هو حاجج الناس اللي خرجوا عليه مره واثنين وثلاثه ورجعهم اكتر من مره، لان هم لو عندهم علم او عندهم منطق مش هيقدروا ان هم لا يواجهوا سيدنا عثمان من الناحيه الدينيه، ولا هيواجهوا سيدنا علي من الناحيه الدينيه كمان والحكمه. يعني عمر بن الخطاب كان دوما يلجا ليه علي لاستشارته عشان خاطر ده الفقيه بتاعنا، ده القاضي بتاعنا، ده المرجعيه بتاعتنا، فانت عمرك ما هتقدر ان انت تحجب. دليل ان هم نيتهم ما كانتش كويسه ان هم رجعوا اكتر من مره وتم ردهم اكتر من مره وكانوا بيرجعوا تاني، يعني عشان خاطر في شيء في انفسهم. وده يعلمك برضو اما واحد بيبقى فيه هوى في نفسه معين مش بيتكلم بالحجه وبالمنطق، مهما حاولت ان انت تغيره مش هيتغير، لان هو عايز يعمل الموضوع ده. يعني فسيدنا علي بذل كل ما لا تتخيله، وصل لفكره حمل السلاح هو وولديه سيدنا الحسن والحسين، ولكن عثمان ردهم ورفض. وبعد كده بدا يوصل الماء لسيدنا عثمان لما حصروه، غريبه يعني اللي اشترى بئر روما يعني للمسلمين، هم منعوا عنه الماء فكان هو بيهرب الميه ليهم. وبعد كده طلحه رجع وندم واعتذر لسيدنا عثمان، وسيدنا عثمان يقال ان هو قبل او لم يقبل، وقال له انت جيت بعد يعني ما ايه الناس انفضوا حواليك، وده طبيعي. رغم كده الثلاثة ما كانوش عايزين يمسكوا، الثلاثة ما كانوش راضيين بالموضوع، ولكن بدأت الضغوط تزيد على سيدنا علي بالتحديد. يعني الناس اللي موجودة في المدينة حاسين برعب شديد، يعني 4-5 أيام فين الحاكم، في الدنيا هتتقلب في فوضى، طب ما تحاول ان انت تمسك يعني بزمام الامور. وصلت باللي هم ثائرين دول ان هم يحددوا سيدنا علي، يقولوا له والله لو لم تقبل هنوصلك لصديقك، يعني هنقضي عليك يعني انت الاخر. فبدأت الامور تبقى فيها ضغوط كبيرة جدا جدا، فقبله تحت الضغط يعني بالعافية عشان خاطر ينقذ ما يمكن انقاذه. وهو طبعا احنا عارفين ان بعد سيدنا عمر بن الخطاب هو لم يختار احد ورشح ستة يعني، ويقال ان هو كان مايل لسيدنا علي بن ابي طالب، وهو اقرب ما يكون لمدرسة سيدنا عمر بن الخطاب. عشان نبقى فاهمين، سيدنا ابو بكر وعثمان مدرسة، عمر بن الخطاب وعلي مدرسة تانية خالص، بس عمر بن الخطاب صعب مقارنته باي حد. سيدة عائشة عشان هنفهم دورها في اللي جاي، هي عمر بن الخطاب على ست بالظبط بكل التفاصيل، هي مش طالعه لوالدها ابو بكر الصديق في اللين، لا هي ست قويه الشخصيه ذو شان وذو باس، طباع بتختلف وطبيعه اداره كل واحد بيختلف بشكل كبير جدا. فبقى عنده تحدي كبير جدا دلوقتي، الناس لما هتشوف من بره ان اللي قتلوا سيدنا عثمان نصبوا عليه. تخيل كده انت الموقف ده من بره، ان في ناس قتلوا والدك وبعد كده حطوا عمك مكانه في الاداره او في اي حاجه، يعني انت نظرتك للامر هتبقى ازاي؟ في حد ممكن يتقبل يقول لك اه والله فقه المرحله والواقع وعشان الدنيا تكمل وبعدين نشوف ازاي نقتص ليه. في حد تاني يقول لك لا انت كده قبلت، او ان انت ايه تحالفت معاهم وكان المفترض تاخد بثأر او بالدم الاول. فبدات تحصل مشاكل كبيره جدا، وبدا في ناس بتبايع وفي ناس مش بتبايع.